عدنا لحضراتكم مرة أخرى، ولكن خبر سريع جدا علشان ده هيؤثر على الاقتصاد في الفترة القادمة. البنك الفيدرالي الأمريكي قرر الآن ومنذ لحظات رفع أسعار الفائدة بنسبة 75 نقطة بعد أن ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية داخل في 8% من الفترة اللي فاتت، فعمل 75 يعني 0.75% رفع في اسعار الفائده. عايز اقول لكم يعني ان ده اعلى وتيره من 42 سنه في التضخم في الولايات المتحده الامريكيه، وايضا اكبر نسب في رفع الفوائد بتحصل متكرره، وان كان التوقع انه يكون 0.5% بس، ولكن هم رفعوها ربع زياده في الميه، فبقت 3/4% في رفع الفائدة في البنك الأمريكي. أعود إلى ضيفي العزيز الأستاذ محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات. كل العالم في أزمة اقتصادية طاحنة. صحيح، وإحنا طبعا في قلب العالم، واللي بيأثر على الناس كلها بيأثر علينا. لابد إن إحنا أولا، أنا دايما بقول إن في المحنة دائما ممكن توجد منحة، طبعا لأن طبعا هناك شورتج أو رتب نقص. ورقك طبعا لا، ونقص قوي جدا في الانتاج في دول كثيره، وهناك ايضا عوامل يعني تساعد على تقدم مصر وازدهارها في الفتره الحاليه، من ضمنها مثلا ارتفاع تكلفه الشحن مثلا من المواني في شرق اسيا. انت عندك التكلفه دي زادت تقريبا حوالي 8 او 10 اضعاف، فاصبح المنتج اللي حضرتك بتستورده النهارده قيمته عاليه جدا سواء ليك او للمنطقه كلها. مصر باللي اتخذته في الفتره الاخيره من اولا الانشاءات البنيه التحتيه، طبعا المواني، الطاقه اللي موجوده، لان خلي بالك ان الطاقه دي بتخش مكون في اغلب الصناعات الاستراتيجيه، وده ممكن تحتاجه اوروبا ايضا في الايام القادمه نتيجه ضعف امدادات الغاز من روسيا. فحضرتك عندك فرصه قويه جدا ان تحتل يعني مركز متقدم جدا في الصادرات من خلال احلال بقى صادراتك بحل الواردات اللي كانت بتاتي من هذه الدول. هذه فرصة ذهبية لمصر انها تستطيع انها تعمل على طب هذه الفرصة ان هي مصر تشتغل كده. انت شايف الفرصة كقطاع خاص وباصص لها، الدولة اكيد شايفة، ولكن الاستاذة ماري قبل الفاصل كانت تتحدث عن الريد تيب، المعوقات اللي قدامكم اللي انتوا بتطرحوها، هل بتطرحوها مع وثيقة سياسة ملكية الدولة؟ يعني انت بتقول له اطلع بس اديني الفاسيليتيشن، سهل لي الشغل بتاعي بالطريقة الفلانية. هو الحقيقه هي عندها حق، لان هناك كثير من المعوقات نتيجه الموروث طبعا في البيروقراطيه الموجوده في الجهاز الاداري الاقل، يعني دائما القيادات بتتفاهم نفسها تجري بالظبط، وعندك التوجهات والسياسه اللي موجوده. حضرتك رئيس الجمهوريه اعلن انه من اول يوم تقدم لرئاسه الجمهوريه في الفتره الاولى، وكان بيتكلم على انحيازه للصناعه وخاصه الصناعات الصغيره اللي احنا بنقولها يعني بنسميها صناعات مغذيه، اللي هي تزود الادد فاليو او تخلي القيمه المضافه عندنا اكتر وتخلينا قادرين على المنافسه داخليا او في التصدير. هذا الامر النهارده لابد ان يتواكب مع فكره السياسات النقديه في مصر. احنا حيينا كتير جدا، يعني في بدايه 2016 لما السيد طارق عامر مثلا رفع سعر الدولار، مش عشان احنا عايزينه يغلى، عشان عايزينه يبقى موجود، لان هو كان ب 8 جنيه نظريا، لكن ما كنتش بتلاقي دولار عشان تفتح اعتماد. بعد ما ارتفع سعره الدنيا مشيت فترات طويلة. الفترة الأخيرة أو المرحلة الأخيرة دي الحقيقة في إجراءات يجب مراجعتها، لأن فكرة النهاردة أن يكون مصنع متوقف على 5 أو 7% من احتياجه للتصنيع، أنت عندك يعني أزمة في كل الصناعات وفي كل القطاعات نتيجة عدم تدبير العملة. وأنا لو كنت الحقيقة يعني بدأ وبتكلم في كلام غير متخصص في السياسات النقديه تحديدا، بقول اذا كان حد عنده قيمه من الدولارات او مبلغ او حصيله دولاريه من حقه يستعملها، ليه بتمنع حد يبقى عنده دولار في حسابه الخاص ولا يستعمله في شغله او في استيراد مستلزمات انتاجه او اي استيراد ايا كان، طالما انت كبنك مركزي ما عندكش. النهارده البنوك عندها عجز في تدبير مستلزمات الانتاج للمصانع. هو مش عجز، هو بيحد شويه. هو مش عجز، هو مفيش اصلا، يعني هو تقريبا ما عندهمش دولارات. لا هو عنده بسبب عنده احتياجات. لا عنده احتياجات يا فندم، عنده الرول اوفر والاساسيات، وزادت اسعارها وزادت التكلفه، فهو حساباته يعني زي ما بقول لحضرتك احنا عندنا ازمه والدوله عندها ازمه.
احنا كل اللي بنتكلم عليه ان النظره اللي بنبص لها كنظره بعيده المدى ان فكره انكماش السوق هيؤثر ايضا على موارد الدوله. انت عندك يعني ما يقترب من 80% من ايرادات الموازنه العامه من الضرائب. فلما النهارده السوق يتوقف والصناعه تقف، حضرتك مش هيبقى عندك ضرائب ولا رسوم، هتعمل ايه؟ عندك يعني اشكاليه حقيقيه. طب سريعا كده يعني سؤال اخير كده في اخر الحلقه، انتوا مش قلقانين من حاله يحصل حاله ركود؟ هل وانتوا بتتناقشوا، انتوا بتتناقشوا على سياسه للمدى البعيد جدا، دي هتتطلب تغيير تشريعات وتغيير قوانين وبرلمانات وحدوته، انتوا مش قلقانين في المدى المتوسط ده من حاله الركود بسبب الازمه الاقتصاديه في العالم؟ هو يعني المسائل القدريه صعب جدا التنبؤ بيها والكلام عليها، لكن احنا عندنا ثقه في القياده السياسيه، وعندنا ثقه ايضا عندنا وزراء زي ما قلت لحضرتك، وده موضوع ما فيهوش اي نوع من المداهنه او المجامله. يعني لو نتصل بوزير الماليه او وزيره الصناعه لو عندنا اشكاليه بنقدر نوصل لحلول معاهم، زي ما ذكرت بعض الاشياء او القرار اللي طلع اخيرا الخاص باستيراد طبعا البوليستر، يعني كل الكلام ده احنا بنتناقش مع الوزراء وبيعدلوا القرارات ان كان ضروري انها تتعدل عشان يشجعوا الصناعه. لكن هيتبقى يعني عارف حياتك لما بتضع يعني زي اجنده بالاولويات هيظل عندك مشكله تدبير العمله هو الاهم النهارده. انت حياتك هتتوقف نتيجه ان كل الصناعات والعالم كله مفيش حد بيصنع من الابره للصاروخ، احنا بنستورد يعني مستلزمات قد تزيد او تقل في قطاعات مختلفه، لكن في احتياج. ده اكيد، واكيد دي لازم تتحل، ولكن حضرتك قلت في وسط المحنه منحه. اعاده ترتيب الاوراق علشان المدى البعيد اكيد احنا هنعدي دي. هي بص هي لا تستمر، هي اكيد سيكون لها فتره زمنيه ستؤثر على الجميع.